السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم معايا في لا فيديو جديد، ومرحبا بكم معايا على القناه. ان شاء الله يلقاكم هذا لا فيديو في اتم الصحه. كما كتشوفوا معايا فيديو جديد وجديد الملابس وتنسيقات البنات، وكذلك للعمل وللخرجات العاديه، تنسيقات للخريف والشتاء، كذلك تنسيقات وملابس لجميع الأعمار ولجميع السيدات وتناسب جميع الأذواق. ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم وتشتركوا في القناة، وكذلك ضغطوا على زر الإعجاب، وما تنسوش أنكم تفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات ديالي. ونبداو الفيديو كيف ما كتشوفوا معايا في هاد التنسيقات. كيف ما كتشوفوا بالنسبه غير المحجبات غادي نلقاو تنسيقات راقيه، وحتى بالنسبه للمحجبات كيف ما كتشوفوا لي مونطو هنا غتلقاوهم، او المعاطف طوال، وكذلك لي بيول، كذلك بالنسبه لي بونطالون، وكذلك جاكيت ولي فيست بجميع الالوان وجميع التصاميم اللي دارجه في هذه السنه، واللوينات كذلك اللي دارجين في هذه السنه، وكذلك الاحذيه الشتويه اللي كتناسب كل تنسيقه. فكما كتشوفوا معايا بحال تنسيقه اللي فيها لي مونطو، كيف ما كتشوفوا هنايا حاولت انها تلبس بونطالون بالكوير، وكذلك زادت عليه هذا المونطو الشتوي، فكتجي هاد التنسيقه زوينه بالالوان. وكذلك بالنسبه لهذا المونطو هذا اللي فيه الكارويات كما كتشوفوا، فيه البني وكذلك الكراميل كما كتشوفوا معايا، بني غامق وكذلك البني اللي داير بحال الكراميل، لونه بحال الكراميل، فجا زوين تناسق الالوان. وكذلك بالنسبه لهاد التنسيقه هذه بلي زاكسيسوار، فيها تريكو طالع ومعاه في الفيغ، ومعاه البنطلون اللي في البيج. وكذلك بالنسبه لهاد التنسيقه هذه فهنايا كاينين جوج التنسيقات بالمونطو، كذلك بهذاك التريكو اللي كان مفتوح اللي داز من قبل، وبجاكيت كما كتشوفوا. فكل وحده على حسب الذوق ديالها وكيفاش كتبغي تلبس. فهادو فقط للفكره. وهنايا هاد المونطو هذا اللي كيجي طويل بحال هكا بالبيج، لبسته مع البنطلون ابيض، وكذلك هذا مونطو في الكرونة ولا في الاحمر لبسته مع البنطلون، جا زوين. وبالنسبه لهاد التنسيقه هذه اللي فيها الجين، لا بالنسبه للجاكيت ولا بالنسبه للبنطلون وليزاكسيسوار اللي دخلت معها، وكذلك حقيبه اليد. وهنايا بعض التنسيقات بالنسبه لي مونطو كيفاش تلبسوه مفتوح اولا مسدود، يعني في كلتا الحالتين كيجي رائع. وكذلك هاد المونطو هذا اللي كيجي بحال فوغيغ ولا ما عرفش، المهم هاد الستيل هذا ديال هاد المونطو عجبني بزاف. وكذلك هاد لي فيست هادو كيفاش تلبسوهم بالنسبه للعمل كيجيو زوينين بزاف. وهاد البنطلون ديال الكوير حتى هما عندهم واحد كيعطيو واحد اللوك زوين للبسه. فهنا غتلقاو مجموعه ديال التنسيقات بالنسبه لي مونطو، كذلك بالنسبه لي فيست بالالوان وليزاكسيسوار، وكذلك كيفاش تنسقوهم مع حقائب اليد بحال الفيغ. كيجي بستيفات بحال هكا في الكميم، وكذلك جويبات، وبهذا المونطو هذا اللي كيجي بالبيج دارت معاه الحذاء الشتوي بالابيض. وكذلك التشكيله ديال هاد الجاكيت اللي كتشوفوا معايا كيجيو طوال، كيفاش تقدروا تسدوهم، تخليو يعني تسدوهم بالحزام ولا تخليهم محلولين، فكيجيو في نفس الحاله زوينين في اللبسه، وكيجيو طوال ومسورين في نفس الوقت. وكذلك هذا الجاكيت او هذا المونطو عفوا اللي كتشوفوا معايا بالفيغ حتى هو زوين. وهنايا هاد التريكو بالاسود كيفاش جا مع البنطلون ديال الكوير. بالنسبه لهاد التنسيقه هذه هاد المونطو كنا شفناه من قبل، وكذلك بالنسبه لهاد المونطو اللي كتشوفوا كيفاش تنسقوه مع البنطلون مع الحذاء، ومع كذلك الساك او حقيبه اليد. كنتمنى هاد لا فيديو ينال الاعجاب ديالكم، ما تبخلوش عليا باللايكات ديالكم، انكم تشتركوا في القناه، وكذلك تضغطوا على زر الاعجاب باش يوصلكم الجديد الفيديوهات ديالي. وبسلام عليكم.